اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من ملعب اون تايم ولقاء جديد، والنهارده لقاء خاص جدا جدا جدا. نبتدي النهارده حلقتنا من اتحاد الكره المصري، والحقيقه رساله، يعني مش وجهه نظري عشان الامور تبقى واضحه برضه عشان الناس ما تاخد، مش وجهه نظري. انديه القسم الثاني عندها حاله حزن شديد من اللجنه الخماسيه، وشايفين اللجنة الخماسية تأخر بشكل كبير جدا في اتخاذ القرارات. دي توصية من الأندية ليا ان انا اتكلم فيها، عشان ده انا رأيي الشخصي ان اللجنة الخماسية عاملة اداء جيد جدا حتى الآن، ولكن شايفين ان هم في فترة التوقف كان لازم يبقى فيه حركة افضل من كده. فين السيناريوهات اللي كانت موجودة بعودة الدوري الممتاز او القسم الثاني؟ كان لازم تعرض على طول. حتى الآن الناس مش عارفة هتكمل ولا لا، كل يوم يطلع اشاعة ولازم اللجنه الخماسيه في مساله دوري القسم الثاني تتحرك سريعا جدا جدا جدا، لان الانديه ابتدى يبقى فيها احتقان. فقبل ما يبقى فيه لازمه لازم الامور تهدى. نفس القصه او المشهد اللي حصل في الدوري الممتاز، ونفس النصيحه اللي اديتها للجنه الخماسيه عن الدوري الممتاز انها تتحرك وتقعد مع الانديه. دي رساله الانديه. حد ممكن من اللجنه الخماسيه يقول لي ما احنا قعدنا مع بعض الانديه؟ لازم حضرتك تقعد مع الأندية اجتماعات رسمية، توصيات رسمية، وتتحرك وتطلع بقرارات سريعة جدا، وجدول الناس تبتدي تشتغل وتتحرك عليه. الناس بتسأل سؤال كلها كل يوم نفس السؤال، كان فين البروجرام أو كان فين التصور اللي اتحط في الثلاث شهور اللي فاتوا؟ احنا ما كناش عارفين رايحين فين، ولكن كان في دايما بنقول في تصريحاتنا ان في سيناريوهات محطوطة في حالة عودة الدوري الممتاز. دي توصية من عدد كبير جدا 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 من الأندية النهاردة. وأنا ليه مصمم أطلع أقول كده؟ لأن من غير لف ولا دوران عدد كبير من رؤساء الأندية شايفين إن أنا متحيز لعمر الجنايني والمجموعة الموجودة أو اللجنة الخماسية بالكامل، وهذه على فكرة حقيقة. أنا مش مسألة متحيز، أنا شايف إن هما ماشيين بشكل جيد، ولكن الناس لما تيجي النهارده تقول لي في رسالة زي أندية الدوري الممتاز، لما جم قالوا لي لا الناس دي لازم تقعد معانا، لازم يكون في حركة سريعة، لازم يكون في برنامج، أنا برضو لازم أنقل الرسالة زي ما جات لي بالحرف. الناس عندها حالة زعل شديدة جدا، كل شوية تسمع حاجة، دورة رباعية، دورة خماسية، سيب اللي تحت، إلغي الهبوط، حط الصعود، فين التصور اللي بقاله 3 شهور بيحصل؟ وما حصلتش الاجتماعات دي من زمان ليه؟ وعلى موضوع اللائحه بيتكلموا ان اللائحه بقالنا دلوقتي سنه بنتكلم فيها، ما طلعناش ببندين في اللائحه، اين اللائحه؟ حتى لو كان في ظروف كان لازم المشروع نفسه يخلص، كان في فتره توقف دوري وكان ممكن المشروع ده يخلص. هذه ليست وجهه نظري، دي وجهه نظر الانديه، وعدد كبير من الانديه الحقيقه محق في وجهه نظره. لابد ان الخطوات اللي جايه تكون سريعة جدا تتماشى مع خطوات الدولة المصرية. على فكرة الدولة المصرية بتتحرك في كل ملف بسرعة الصاروخ. رجع دوري تك، اطمنت على صحة الناس تك، على طول رجع النشاط تك، حاطين تصورات والناس بتشتغل. أشرف صبحي جه في توقيت صعب جدا جدا جدا، التاريخ هيكتب له، التاريخ هيكتب لرئيس الوزراء اللي موجود دلوقتي ومجموعة الوزراء، التاريخ هيكتب للحكومة إنها تولد في ظروف صعبة جدا وقدرت تخرج لبر الأمان. أشرف صبحي عامل زي المكوك، كل الملفات، مراكز الشباب، الأندية، أنزل أشوف الإجراءات، ألف أشوف الدعم، أشوف عودة الدوري، أشوف الكورة، أشوف النشاط، إلحق اليد هيلغي، إلحق هنا الكورة مش عايزين يكملوا، أحل مشكلة الأهلي والزمالك، في كل حتة الحقيقة موجود. دي شهادة حق، إحنا في الآخر بنقرا شاشة، يعني في الآخر ما أفتح ألاقي أشرف صبحي في الجزيرة، وبعدين في الأهلي، وبعدين راح هليوبلس، وبعدين مركز شباب مش عارف ايه قفله، وبعدين مش عارف راح فين. طب هو راح فين ولا فين ولا فين؟ اقعد افكر طب ايه اللي وداه. وبعدين انا ما بصيت على الصوره بصراحه استغربت، وزير الشباب والرياضه مع المديرين التنفيذيين فقط، لا تلاقي رئيس نادي ولا عضو مجلس اداره. انا في الاول ما فهمتش، فابتديت اكلم زملائنا في بعض الانديه مثلا زي الصيد، يا جماعه انتم استقبال الوزير؟ قال لي استقبال الوزير ايه؟ مدير النادي عرف ان السيد الوزير موجود وهو في النادي، فنزل استقبله ولف معاه. يعني هو رايح الراجل لمهمة رسمية، رايح النهاردة عشان يطمن الناس، احنا بنفسنا بننزل نلف، واحنا بنفسنا بنتابع الإجراءات، لأن أمانة الناس هي مسؤولية كبيرة جدا. أشرف صبحي الحقيقة عامل أداء أكثر من رائع ومجهود أكثر من رائع. على فكرة أنا ماليش علاقة مين بيحبه، مين بيكرهه، مين يقول في الملف ده تصرف، مش في الملف ده تصرف، أنا بقيم شغلانة كاملة، بقيم وزير نفسه هادي،
بخيم وزير مش بيقفش، وحول الصبح النيابه ودي هنا واعمل، وازاي ده يرد كده خالص؟ راجل نفسه هادي، نفسه واقع. حتى على فكره جينا في وقت من الاوقات انتقدناه واختلفت معاه مثلا في موقف او في ماتش، وكان ضيف معايا وله كل الاحترام، ونفسه كان طويل جدا، وقال لي انا يعني انا عايز اروح للمباراه الافريقيه، انا عايز الاهلي والزمالك يروح. وكلمته بعد كده وقلت له على فكره انت كنت صح، الاهلي والزمالك راحوا النقطه بغض النظر عن الخلاف يتحل فيه لوائح. وهو قال لي كده، قال لي بص يا سيف، احنا هنقعد نتكلم في الموضوع 150 سنه في لوائح يخضع عليها الاهلي والزمالك وبتاع، يحلوا مع بعض، ولكن في النهايه احنا عايزين ماذا بعد؟ احنا عايزين القادم. القادم كان فعلا مهم جدا. اما شفت الاهلي والزمالك راحوا فين، اما شفت تاهل الاهلي والزمالك، اما شفت المساله راحت فين، امور الحقيقه بتختلف. الحقيقه انا بوجه له كل الشكر وكل التحيه. انا على فكره ما عنديش مصلحه مع اشرف صبحي، لا في اتحاد ولا في شغلانه ولا في قصه ولا في اتحاد يد ولا اي حاجه خالص، ولكن الحق يقال. الراجل عامل مجهود خارق في ظروف صعبه جدا 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 ومسؤوليه كبيره جدا. ده اتحاد كره اليد اللي اخذ قرار بعوده النشاط برضه، وشيء الحقيقه اكثر من